نجوم وردت من السماء حكمة صبوحة لا أحمد النجوم ساطعة بالنسبة للوفيات نخزين والبلازما عيب تقدر تقول حتى بموتى بكون عم يسلك بيه. بالنسبة للفنانين أو بعض النجوم الإعلامية أو الصحافي بعض منهم اللي كانوا بيخبروا قديش هن كانوا بيحبوا صباح كنت بتمنى كانوا يزوروها أو شو صباح قالت لهم بتمنى إنه يزوروها ويسألوا عنها لأنه سنين ما حدا إلا الناس المخلصين وكثير دول تهز لجوزيف غريب اللي ما تعرفها لحظة وللمرضى طبعا ولقيت